هذه 5 أدلة أو براهين علمية على وجود كائنات فضائية. دعونا نبدأ لقاء اليوم بهذا السؤال: هل بالفعل أثبت العلماء وجود كائنات فضائية أو كائنات من الكون تم التقاط صور لها؟ وماذا يقول العلماء عن الرسائل التي تأتينا من خارج الكون باستمرار؟ وكيف استيقن العلماء بوجود حياة مبثوثة في الكون أكثر مما نتصور؟ الحقيقة أحبتي في الله، هذا الموضوع يشغل بال العلماء اليوم. وكالة الفضاء الأمريكية حقيقة تخفي معلومات كثيرة، نحن نعلم هذا، وبخاصة في مجال ما يسمى بالأطباق الطائرة والكائنات الغريبة التي لم يجدوا لها تفسيرا. فالبحرية الأمريكية نشرت عددا من الصور مؤخرا عبر مواقع شهيرة مثل موقع BBC لكائنات أو لأجسام هم يسمونها أطباق طائرة، ولكن هذه الأجسام عبارة عن ومضات أو عبارة عن أنوار تتلألأ بشكل غريب ولا تشبه أي شيء على الأرض. طيب ما هي قصة هذه الأضواء التي يتم التقاطها باستمرار؟ علماء الفلك أيها الأحبة درسوا الكون جيدا ووجدوا أن مجرتنا هذه التي فيها أكثر من 200 مليار نجم على الأقل فيها 17 مليار كوكب شبيه بالأرض. تصور معي أخي الحبيب، 17 مليار كوكب شبيه بالأرض في مجرتنا فقط، مجرة درب التبانة، مع العلم أن الكون يحوي على الأقل 100 مليار مجرة. إذن هناك تريليونات الكواكب الشبيهة بالأرض. إذن هذا يعتبر دليل أول على احتمال وجود الحياة بشكل مؤكد، لأنه من غير المعقول وجود تريليونات الكواكب الشبيهة بالأرض والتي من المحتمل أن يوجد عليها الماء، ولا توجد الحياة إلا في كوكب واحد هو الأرض. طبعا هذا الأمر غير معقول نهائيا. الشيء الثاني أيها الأحبة، هناك كميات كبيرة أو عدد كبير من النيازك تسقط على الأرض منذ عشرات السنين. التقط العلماء هذه النيازك وقاموا بتحليلها وتبين أنها تحتوي على آثار للماء وآثار للحياة. هذا هو الدليل الثاني، دليل النيازك، صور النيازك المأخوذة بالمجهر الإلكتروني تظهر هذه الحقيقة، تظهر وجود البنية الأساسية للحياة موجودة، الجزيئات الأولية والتي تتركب منها الخلايا طبعا موجودة على أسطح هذه النيازك. ما هو التفسير؟ التفسير العلمي طبعا أيها الأحبة أن الحياة موجودة في الكون، ولكن نحن لم نشاهدها يقينا، إنما هناك شواهد وبراهين تؤكد وجود هذه الحياة. البرهان الثالث أيها الأحبة، الصور الكثيرة التي نشرتها أمريكا مؤخرا والتصريحات التي أدلى بها بعض ضباط المخابرات وبعض العلماء طبعا عن رؤيتهم لهذه الأجسام الغريبة في الكون أثناء خدمتهم في مثلا سلاح الطيران أو البحرية الأمريكية أو غير ذلك. البرهان الرابع أيها الأحبة أن الماء موجود في الكون بكثرة. هناك كواكب موجود فيها الماء. العلماء أثبتوا مؤخرا أن المريخ كان فيه ماء والقمر
كان يحتوي على الماء أيضا، وكواكب كثيرة كانت تحتوي على الماء، وهناك مذنبات من الثلج من الماء، وهناك كواكب عليها الماء في مجرتنا أيضا، قلنا 17 مليار كوكب شبيه بالأرض، معظمها قد يحوي الماء، وهناك علاقة بين الماء وبين الحياة. يعني الحياة لا يمكن أن تنشأ إلا في الماء. طبعا هنا القرآن العظيم يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فإذا هناك ارتباط وثيق، لأن بنية الخلية تتألف في معظمها من الماء. الخلية أخي الحبيب ثلثي الخلية ماء، وبالتالي لابد من وجود الماء للحياة. فكثرة الماء في الكون تجعلنا متأكدين من إمكانية نشوء الحياة في مكان ما من هذا الكون غير الأرض عبر مليارات السنين، لا سيما أن عمر الكون كما يقدره العلماء بحدود 13 تريليون أو 14 مليار سنة، بحدود 13.8 مليار سنة عمر الكون. فعبر هذه المليارات من السنين أكيد هناك تفاعلات. نحن طبعا نتحدث هنا بعيدا عن القرآن، نتحدث بشكل علمي. العلماء طبعا علماء الفلك لا يؤمنون بالقرآن حقيقة يعني، ولا يؤمنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سنجد أن القرآن يؤكد هذا الكلام، يؤكد ما يقوله العلماء، ولكن بعد قليل. الحقيقة البرهان الأخير والذي يؤكد وجود هذه الحياة في الكون أيها الأحبة، أنتم تعلمون أحبتي في الله أن الكون عندما نشأ نشأ بما يسمى بالتوسع المفاجئ أو التضخم المفاجئ، وهذه النظرية طبعا أحدث من نظرية الانفجار الكبير، لأن العلماء يقولون الانفجار يولد الفوضى، فكلمة انفجار بحد ذاتها غير صحيحة، فبدأوا يستخدمون كلمة انفليشن أو التوسع أو التضخم المفاجئ. وبالفعل هناك براهين كثيرة تؤكد أن كوننا يتوسع. فالقوانين التي نشأت، وطبعا أنا ينبغي أن أقول خلقت، ولكن أنا أتحدث بمصطلحات العلماء الذين لا يؤمنون بالقرآن أصلا، فهم يقولون إن القوانين نشأت في جزء صغير من الثانية الأولى من عمر الكون. هذه القوانين هي ذاتها في كل أرجاء الكون، يعني القوانين التي موجودة على الأرض هي ذاتها الموجودة على كوكب المريخ، هي ذاتها الموجودة على مجرة تبعد عنا مليون سنة ضوئية مثلا أو 10 مليون سنة ضوئية، هي ذاتها الموجودة على لنقول في أقصى مكان في الكون. فالقوانين الكونية ثابتة وهي ذاتها، يعني قانون التجاذب الكوني على الأرض هو في أي مكان في الكون. وبالتالي أيها الأحبة، بما أن القوانين هي ذاتها والماء له بنية أيضا ثابتة، H2O ذرتين من الهيدروجين مع ذرة أكسجين، تركيب الماء هذا هو ذاته في الكون، والقوانين هي ذاتها، والكون مر عليه أكثر من 13 مليار سنة. وبالتالي لابد أنه إذا حدث نشوء للحياة على الأرض لابد أن تنشأ حياة من نوع آخر على كواكب كثيرة. لذلك يعني كثير من العلماء يقولون إن الحياة لا تقتصر على كوكب معين غير الأرض، ولا تقتصر على مجرة محددة، لا، إنها موزعة عبر الكون، لأن الماء بالفعل أيضا موزع عبر الكون، موجود على الكواكب
مذنبات وعبر الدخان الكوني موجود، الماء موجود أيها الأحبة. طيب الآن نأتي للقرآن العظيم. هل القرآن، يعني كيف لخص لنا القرآن الكلام الذي قلته الآن على مدى هذه العشر دقائق؟ إذن أيها الأحبة، نحن الآن تحدثنا منذ بداية هذا اللقاء بشكل علمي بحت، سردنا أقوال العلماء، ملاحظاتهم، مشاهداتهم، الصور التي التقطت، والاكتشافات التي تمت عبر العقود الماضية. أنا لخصت لكم عبر هذه العشر دقائق أهم النتائج التي وصل إليها العلماء عبر دراساتهم وأبحاثهم واكتشافاتهم. طيب ماذا يقول القرآن؟ هل أغفل القرآن العظيم هذه القضية أم أنه ذكرها؟ نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في صحراء في القرن السابع الميلادي في زمن الأساطير والخرافات، في زمن يعني كان أفضل تفسير لكسوف الشمس أن هناك زعيم مات، أو معركة فشلت، أو ملك ولد مثلا. هذه ثقافة القرن السابع الميلادي. كيف عبر القرآن وكيف تناول هذه القضية؟ قال سبحانه وتعالى: ومن آياته. ما معنى ومن آياته؟ أي من معجزاته سبحانه وتعالى. الآية هي المعجزة، هي الدليل، هي البرهان، من براهين الله عز وجل على أن هذا القرآن هو كلام الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض. إذن أيها الملحد، عندما تنظر إلى هذا الإبداع في السماوات، إذن من براهين الله عز وجل ما نراه من خلق وإبداع في هذا الكون العظيم وفي هذه الأرض بما تحويه من أشجار وأنهار وبحار وطبيعة ومخلوقات. كل هذا دليل على وجود الله، برهان على وجود الله، آية على وجود الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن الله بث في السماوات وفي الأرض دواب، والدابة هي كل شيء يدب على الأرض، فأي مخلوق يدب على الأرض هو دابة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما. انظر معي هنا إلى كلمة ومن آياته، ألغت الأساطير والخرافات، يعني تدل على أن الكون خلق بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق وفق قوانين. بالفعل نحن كيف اكتشفنا بدايات خلق الكون وعمر الكون وغير ذلك؟ لأنه مبني على قوانين أصلا، فعندما تكتشف هذه القوانين تستطيع أن تعلم بدايات خلق الكون، فالقضية ليست عشوائية. إذن هذه الآية تشير إلى النظام والدقة في الكون. ومن آياته خلق السماوات والأرض. ثم انظر معي إلى كلمة بث. ما معنى بث؟ البث هو أن تنشر شيء في كل مكان. طيب العلماء يقولون إن الحياة بالفعل موزعة في الكون، وهذا قولهم، يعني هم يعبرون عن الآية بكلمات أخرى، يقولون بالفعل إن الحياة منتشرة وموزعة في أرجاء هذا الكون مثل شبكة العنكبوت. سبحان الله، الله عز وجل يقول: وما بث فيهما من دابة. انظر إلى هذا، إلى هذا التناسق بين الحقيقة العلمية وبين القرآن الكريم، دقة مذهلة في التعبير. كان ممكن أن يقول: وما خلق فيها من دابة، أو وما أوجد، أو وما جعل، ولكن قال: وما بث. البث، الانتشار،
المخلوقات موجودة في شبكة ثلاثية الأبعاد في الكون أيها الأحبة، في كل مكان، لأن الماء موجود أيضا في كل مكان. وهذا ما يقوله العلماء. على فكرة أنا كل كلمة أقولها مأخوذة من دراسة علمية، ليست اجتهاد شخصي. كل الكلام الذي سمعته في هذا الفيديو أخي الحبيب مأخوذ أصلا من دراسة علمية. يعني عندما نقول إن الحياة موزعة في الكون، هذا كلام علماء نتيجة دراسات طويلة جدا. فكلمة وما بث فيهما دقيقة جدا، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هنا القضية العلمية التي يجمع عليها العلماء اليوم، أن لقاء كائنات فضائية معنا على الأرض ممكن جدا أو خارج الأرض. لذلك في الآونة الأخيرة هناك إشارات التقطها العلماء لم يجدوا لها مثيلا في الكون، غير الإشارات الصادرة عن النجم الطارق أو الثقوب السوداء أو إلى آخره يعني. فيتوقع عدد من العلماء أن هذه الإشارات قد تكون رسائل من كائنات متطورة موجودة في الكون، ربما في مجرات أخرى، ربما استطاعوا اختراق سرعة الضوء أن يرسلوا رسائل بأسرع من سرعة الضوء، ربما استطاعوا بناء حضارات متطورة جدا أكثر من البشر نحن لا نعلمها. فلذلك العلماء اليوم يرسلون ومضات ورسائل إلى الكون على أمل أن تجد من يترجم أو يحلل هذه الرسائل ويرد علينا، وبالتالي هم يبحثون عن لقاء مع الكائنات الفضائية هذه، مع الكائنات الغريبة، مع الكائنات التي يعتقدون بوجودها في الكون. إذن عندما قال تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا يدل على إمكانية اجتماع هذه المخلوقات مع سكان الأرض. وانظر معي إلى كلمة إذا التي تفيد التأكيد في اللغة العربية، لم يقل إن يشاء، قال إذا يشاء. وبالتالي قد يكون هناك لقاء مع كائنات، وتكون هذه كإشارة لاقتراب الساعة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الآن أيها الأحبة دعونا نلخص هذا اللقاء المهم في كلمات قليلة. بالنسبة للمشككين، ما الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أن يخوض في هذه المواضيع؟ بالله عليكم، نبي كريم كان يتعامل مع عباد الأصنام، من يسجدون للحجر. تخيلوا المستوى الثقافي لمن تعامل معهم النبي، كانوا يسجدون للحجر، كان أحدهم يصنع إلها من تمر إذا جاع أكله. هذا هو المستوى الثقافي. ما حاجته أن يخوض في قضية علمية دقيقة ويعبر بكل كلمة من كلمات الآية تماما عما يتحدث عنه العلماء اليوم في القرن الحادي والعشرين؟ هذه الآية نزلت في القرن السابع الميلادي، قبل أكثر من 1400 سنة. فتخيل أخي الحبيب، هذا السؤال يدعوني أنا كإنسان منطقي أن أعتقد أن هذا الكلام ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الكلام هو كلام من خلق الكون، من هو بالفعل جعل خلق السماوات والأرض آية، وهو الذي بث هذه المخلوقات، وهو الذي يحدثنا عن مخلوقاته. الشيء الثاني أيها الأحبة، القرآن العظيم ليس كتاب أساطير أخي الحبيب، القرآن العظيم كتاب علمي، كتاب فيه إعجاز علمي أيها الأحبة. ليس كما يقول البعض القرآن ليس كتاب فيزياء أو كتاب كذا، لا يا أخي، هذا كلام الله، فيه علم الله. نحن علمنا ذرة، كأنك وقفت أمام بحر وأخذت قطرة منه، هذا هو، هذه هي حدود علمنا بالقرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله،
لو كان كلام بشر ممكن أن نحيط به علما، ولكن هذا كلام الله لا يمكن أن نحيط به علما. لذلك إياك أن تقول القرآن ليس كتاب علم، ليس كتاب علوم، لا، أنت ابحث واستنبط، وربما الله يفتح عليك من علوم وأسرار هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب أيها الأحبة فيه علوم الأولين والآخر، والله قال عنه ونزلنا عليك الكتاب ماذا؟ تبيانا لكل شيء. ما معنى تبيانا؟ يعني فيه تبيان مبين، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن أخي الحبيب، نختم ونقول بالفعل هذه الآية صحيحة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.